إرادة اسمها قصد. ولذلك شو قال بعضهم؟ قال أنت إذا قلت أقصد أن أزورك بعد سنة، شو تقصد؟ هذا القصد بيكون ملابس للمباشرة، القصد ما بيكونش إلا وأنت بتتحرك نحو الفعل. لذلك لما بيقول قولك قالوا له شو قصدك؟ لأنه هم بيسألوا عن الإرادة الملابسة للفعل، الملابسة للمباشرة. فيش شيء اسمه قصد بعيد. القصد ننتبه إذن للقصد، فرقنا في ما هي إرادة، القصد إرادة، بس إرادة إيش؟ ملابسة للمباشرة، ملابسة للمباشرة، وبالتالي إيش بقصد لما فعل؟ إيش بقصد وهو ماشي بهالطريقة هاي؟ وين رايح؟ ولذلك في واحد يعني هو راح يسمع بجوز الدرس، حدثنا في بلد ثانية، قال في يوم من الأيام إحنا في الصلاة، وكنا في الصلاة يعني راكعين، أجا واحد من برا، لما خاف الإمام إنه يرفع، لأنه إذا رفع الإمام قبل ما يركع بدركش الركعة، وحضرته بده يدرك الركعة، قال له استنى، هذا هم بيصلوا، قال له استنى، قال فالإمام استنى. أنا أرى أنه يجوز، بعض الفقهاء بيقعدوا يقول لك يجوز، ما لا يجوز. طيب الإمام أنه يعني يستنى لحد هون يجوز، بعد ما كبر وركع قال له أقصد. إيش يعني أقصد؟ كمل. زي اللي بدهم يركبوا باص، بعد ما يركب كان قال له أقصد. أقصد إيش أقصد؟ يعني امشي في اتجاه طريقنا، وين رايحين؟ غايتنا، والقصد يكون ملابس للفعل. مش هيك؟ إذن القصد معناته السبيل القصد. شوفها، ما هو الناس لما بتمشي بالسبيل، إذا سبيل صح ومشت فيه، هو أيضا السبيل نفسه، دققه، هو السبيل نفسه بقودك. كيف مثلا ناس راكبين مثلا في قارب في نهر، هو النهر بقودهم للمكان اللي هم بدهم إياه، لأنهم هم فاهمين إحنا رايحين في هذا الطريق، شو ما يروح النهر ويجي كذا، هم مقصدهم معروف، ولكن مين اللي عم بقودهم؟ النهر بقودهم. الآن لاحظ مميزات السبيل القصد اللي هو إيش؟ السبيل المستقيم إلى الغاية. شوفها، المقصودة في القرب من الله والوصول إليه، الطريق القصد إذن، أو السبيل، هون السبيل إحنا قلنا في نقطة ابتداء وفي امتداد نحو الغاية، نحو القصد عند مباشرة الفعل، القصد عند مباشرة الفعل. فالطريق القصد الآن أنت بدك توصل، يعني تتحرك في اتجاه الخالق، توصل يعني غاياتك في السبيل اللي هو ممتد. الله تعهد وعلى الله قصد السبيل، إذا تعهد الله أن يبين السبيل، مش بس يبين، لا من وضح، أن يبين السبيل القاصد. شو يعني القاصد؟ المستقيم المؤدي إلى المقصود. إذن كلمة مستقيم لحالها لا، المستقيم الموصل للغاية والهدف المقصود، فهو طريق قاصد، هو قاصد. هو طريق قاصد. ليش هو بفهم؟ ليش الطريق بفهم؟ مرات الطرق انتم ماشيين دائما بتكونوا على الطرق المعبدة، وهي اللي بتقودكم اصلا، انتم ماشيين فيها وهي بتقودكم، انتم اثنين يعني، هو بوديك لقصدك وانت برضو فاهم انه هو الخالق الذي تعهد سبحانه وتعالى بالطريق القصد والقاصد، يعني هو بحد ذاته قصد، هو بحد ذاته مؤدي تماما هذا السبيل الى المقصود والمطلوب،
وأي انحراف عنه جور ومنها جائر. وعلى الله، طب كيف على الله؟ كيف هذا التعهد؟ كيف يعني نلمسه؟ أولا أنزل الرسالات وبين الطريق. أي أول القضية بين ولا ما بينش؟ بين الطريق، فصار الطريق مبين، وقال لك انه حتى بين لك الطرق الثانية وين بتودي وطريقه، لانه سماه طريقي سبيلي وصراطي. طيب سبيله وصراطه والسبيل القصد الذي يودي الى الذي يؤدي الى المقصود، وهو نفسه قصد يؤدي الى المقصود. بينوا بالوحي وفصلوا. اثنين، جعل التبيان هذا في الوحي. فطرك انت فطرة سوية، والفطرة السوية ممكن تنحرف على فكرة. في اصل الفطرة انت بتعرف، في كثير قضايا بتعرفها ببساطة، معرفة الخالق من خلال النظام الموجود، الابداع في الكون وابداعك انت والى اخره، هذا بوصلك للخالق بسهوله لانه بداهيات. هذه بدهاش ادله اصلا، هذه بداهيات. انسوا هذول اللي بناقشوا الادله مرض، تناقش بداهيات. انا بناقش ادله مش بداهيات، بناقش ادله. عفوا، اما بداهيات لا تناقش. فبالتالي اذا هو فطرك انه هذا الطريق انت فطرتك تحبه. مين فيكم بحبش الصدق؟ مين فيكم بكرهش الكذب؟ اكذب الكذابين بحب الصدق، اكذب الكذابين بكره الصدق الكذب. وانا كن قال لك انا بكذب بس انتم تكذبوا علي. واخون الخونه بحبش مرته تخونه، وكل اولي بتخوني بتقول له ما انت خاين. قال لها طب فهمنا، انا بخون فهمنا، وانت كمان ولي، ليش هي الخيانه كويسه؟ ها فيش مجال. الوفاء كل البشر بيقدروه، والخيانة كل البشر بيحتقروها حتى لو مارسوها، ها؟ والصدق كل الناس بتحبه. الله فاطر. تمام؟ أيوة. إذن بيّن لك السبل، طبعا مش في كل تفاصيله البداهيات، لا، في أساسيات وأمهات مفطورين عليها. أولا بيّن لك بالوحي، ثم وجدت أنت انسجام مع الفطرة، الفطرة، ثم ويعينك بالهداية إذا مشيت في الطريق. ولا شو معنى تهدي المهتدي؟ شو معنى تهدي المهتدي؟ ما هو مهتدي كيف بده يهدي؟ لأنه الهداية هدايتين، هداية دلالة من كله من هون الطريق، فإذا شفناه بيمشي منقول والله بيستحق من عينه مثلا. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، يعني ثمود دللناهم فاستحبوا العمى على الهدى، دليناهم هديناهم، هذا الدلالة. إذا طب ويهدي المهتدي؟ الله سبحانه وتعالى. مشي هو يعني قبل الهداية ومشي يعان، هاي كمان. اذا وعلى الله قصد السبيل، سواء كان تبيانها السبيل القاصد هذا الذي يؤدي المستقيم، يعني المؤدي الى الغاية، المستقيم المؤدي الى الغاية والقصد. مش انت القصد فيه معنى الطلب؟ ايش انت بتطلب؟ انت بتطلب ربك كمان مرة، مش قلنا ابتداء القصد فيه معنى الطلب؟ طلب. وايش بتطلب؟ مش بالطلب، يطلب ويؤم، يعني يذهب في اتجاه، يطلب ويؤم، ها في القصد، يطلب ويؤم. طيب انت طالب طريق الخالق بدك تمشي فيه، وعلى الله تعهد الله رحمه منه ومنا ومن فضله، زي ما انعم بنعمك، انه يبينها بالوحي فطرتك ملائمه للكلام، ثم اذا مشيت يهديك. ويضل الله الظالمين، شوفوا وين رايحين، ويضل الله الظالمين، ان الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون، شوف ها بتدخل كمان. ولكن الآيات كثيرة هون. صار إذن تعهد الله في هذه المسائل، تبيان الطريق المؤدي إلى الفطرة، جعلها الفطرة في الأمهات القيم مناسب تمام. هيك ما هو هيك، احنا قال لنا اصدقوا واحنا بنحب الصدق اصلا،
قال تكذبوش، طب ما احنا بنكره الكذب، طب ما تسرقوش، طب ما بنكره كل واحد بيسرق منا، ما تقتلوش، ليش مين بيحب القتل اصلا من البشر؟ مين بيحب؟ ولكن شوف لما بيصير انحراف وهكذا. ثم اذا صار يعان. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك.